قصيدة نار الحزن في وفاة الشيخ جابر بن سالم بن شعف الحارثي رحمه الله تعالى. كلمات علي الحارثي. كيف الخلاص من الأسى وجحيمه من بعد ما ضاقت علي رحابي؟ كيف الخلاص من الأسى وجحيمه من بعد ما ضاقت علي رحابي؟ رباه نار الحزن تحرق مهجتي وتذيقني رغما أليم عذابي. عماه فاقدك في فؤادي جذوة من ذا يواسي في عظيم مصابي؟ عماه جابر إن موتك كربة فتحت علي نوافذ الأتعاب. عيني تسح على الفراق كأنما غمضت على حسك الفلا أهدابي. ما طاب لي من بعد موتك طيب وأكاد أشرق في لذيذ شرابي. أواه يا جرحا بقلبي غائرا من بعد فاقد الناس كل أوابي. أواه يا وجع الفؤاد لفقده يا لهفة الأحباب والأصحاب. يا شيخ جابر يا سليل سلالة بين الكرام عريقة الأنسابي. رمز الشهامة والشجاعة والندى جم المكارم طاهر الأثواب. يا مكرم الأضياف لم ير وافد دارا كذلك مشرع الأبواب. قد كنت تذبح للضيوف قراهم قبل السلام وقبل أي خطاب. يبكي الندى فقد الكرام كما بكت فقد الأحبة أعين الأحباب. يبكيك بيضان الذي طاولته شمما وكنت له من الأتراب. تبكيك أنصح والقبيلة كلها فكأن أعينهم فيوض سحاب. يا فخر ميسان التي بك تزدهي وتمس هامتها رفيع ضباب. شرفت بك الحسكان وهي شريفة وسمت بكم حسبا على الأحساب. وأخذت من شعف الجبال علوها وصلابة من طبع كل صلاب. يا صاحب الكف السخي ومرهب البطل الكمي وشامخ الألقاب. غادرت دنيانا لدار كرامة عند الكريم إلهك الوهاب. وثويت يا ابن الأكرمين وما ثوى ذكر يفوح كعابق الأطياب. رباه أسكن في جنانك جابرا واجبر مصاب الأهل والأحباب. كان معكم الإخراج والتنفيذ قناة محمد واجبر مصاب الأهل والأحباب.